أروي لكم عن قصة للمصطفى إذ قام يوما في الجهاد منظما رأس صفوف كما الصلاة تصفهم فكأنهم بنيان سد أحكما فتجول المختار بين صفوفهم فإذا بشخص بينهم متقدما قد غير الصف القويم خروجه نظر الرسول إليه ثم تبسما وبعود غصن لصفوف أعاده وأعاد للصف القويم تقوما قال الفتى في رقة وتمسكن يشكو إلى المختار منه تألما ألم تني بالعود يا خير الورى فاستغرب الجم الغفير وهمما ما ظنكم ماذا يكون جوابه هذا رسول هذا خلقا عظيما فتأملوا في قائد ومجند قد أزهر الإسلام حبلا فيهما هذا محمد كشيفا عن بدنه تفدي روحي مرسلا ومعلما يؤتيه ذاك العود دون تردد ويقول خذ مني القصاص مسلما فإذا بي في لهفة وتشوك وكأنه يروي الفؤاد من ظما يجثو سواد كي يدم حبيبه لم يستطع من شوكه أن يحجما ويعانق البطن الشريف بوجهه متبركا متمرها كي يعلم يستهده قدنا يا سيدي إني خرجت مجاهدا وعدونا جيش ياسر مرمى لا علم لي إن كنت أمسي بينكم حيا لعلي أو قتيلا ربما يا سعده قد نال حظا وافرا أزغو وإلى مقاليه نتكلما يا سيدي إني خرجت مجاهدا وعدونا جيش يسير عرمرما لا علم لي إن كنت أمسي بينكم حيا لعلي أو قتيلا ربما فإذا قتلت فلست أدري موئلي في جنة أم في سعير أدرما
لا علم لي إن كنت أمسي بينكم حيا لعلي أو قتيلا ربما فإذا قتلت فلست أدري موئلي في جنة أم في سعير أدري ما لكن جلدي مس جلدك علاني أمدي وجلدي عن جهنم غرما لكن جلدي مس جلدك علاني أمدي وجلدي عن جهنم حرما صلى عليك الله يا خير الورى قد صار حبك في شريني دما صلى عليك الله يا خير الورى قد صار حبك في شريني دما